وكتصور وطيح الحال في المحروقات ديما تهضرش عليه او ليه هضرتي عليه تهضرتي عليه مشكل ما هضرتش عليه مشكل من جهه اخرى وفهم غير ما عليناش باش نجاوب بعض يعني الاشخاص اللي عندهم اجندة سياسيه اللي هما كيهاجموا واحد على واحد العدد ديال القضايا وهي هجمات اللي هي ديال فيك نيوز دونك هذه القضيه بعدا ديال المحروقات انا مازال سي بغي كو في العالم مجموع راه شفنا انه كاينه ازمه طاقيه والله يحضر سلامه من هذا الشيء اللي واقع ما بين روسيا واوكرانيا زعما شو عازدنا الازمه المائيه اللي كاينه عندنا في المغرب غنزيدوا الخل على الخميره داكور ودابا زدنا في الاسعار ديال النقل حتى هو راه ملي كتزيد ليا في الاسعار ديال النقل في شي دوله سابادير كل خدمات الخدمات كيتزاد فيهم اسعار ديال الخضر والفواكه وكاع داكشي اللي كيهزوا هذوك عباد الله اللي كيديوهم من البلاصه حتى للسوق كيتزاد فيهم دونك كلشي غادي يتزاد فيه كيتزاد فيها كلشي كيتزاد فيه خاص اللي بغى يجي ينشط ينشط وبلاصه ما تجيو تقولوا هذا علاش دا وعلاش دا هبط تخدم وانت عندك الاسم ديالك وعندك السميه ديالك سير قلب على الناس ولاقيهم مع الضعفاء مع المواطنين باش يعطيهم وباش يزيدوهم وباش يعاونوهم هذا هو الضوء ديالك بلاصه ما تجي تقول لنا احنا ما نديروش نوض سيدي تخدم وبين حتى انت الحنه ديالي ديك لان المواطنين هما في حاجه لهذه الخدمه ومحتاجين باش تكون نصنطوا لهم ونحلوا لهم المشاكل ديالهم على قدر الاستطاعه احنا ما كنحلوش المشاكل كلهم داك الشيء اللي عندنا وواحد التدوينه اللي عجبتني ديال 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 صاحبنا الرمداني واللي قال لك ما فهمتش شنو هو هذا الصمت ديال هذه الحكومه متفق معاه مليار في المية كيفاش انت هي عندك الاسعار غادا وكتفرقع في البلاد ومريح وساكت وبحال ما كاين والو زعما ما وقع شيء وهنايا شنو اللي كتبين جوي ديزولي بوغ هذا الكلام هذا اللي غادي نقول كتبين انه مادام انه وزير مريح عنده كل شيء كيجي حتى لدارو ترونكيل مع راسو ما كما تشوف ما مقيوش هو بهذا الشيء ديال 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 زيد في البطاطا زيد في الزيت زيد سميتو كي كيوصلوا ما كيعرف كاع حتى شحال شهريه ونقدر نديرها معكم تحدي شدوا لي الوزراء كاملهم ونعطيهم بعض الاسئله والله ما يعرفوهم هذاك الشيء علاش كيخافوا يمشيوا للاعلام جوستومون هذا واللي اليوم مع الاسف كنشوف بعض الخرجات اللي كتجي اما باش تشكك في النوايا اما باش تبخس اما باش تضرب في هذا المجهود ولكن اليوم مادام انه يعني كاين واحد الضرب اللي هو يعني غير معقول فلابد انني نذكر ونقول للاخوه وفي مئات ديال المشاريع اللي هي كاينه مزيانه واللي كتهم واحد العدد ديال الانشطه اللي كتهم اولا الولوج الى العالم القروي بحال لي بيست او الماء الصالح للشرب او يعني الطرق وكذلك الصحه والتمريض والقافلات كل هذا الشيء كتساهم في التمويل ديالو وكتساهم كذلك في التنشيط ديال الفن وديال الرياضه مع واحد العدد ديال لي زاسوسياسيون اللي كنشتغلوا ولكن فينا هو هذا الاعلام حتى هو اللي غادي يهضر اليوم مع هذه الحكومه ويعاتبها ويقول لها كلشي ضرب الطم حكومه ضربت الطم اعلام ضرب الطم ايوا ونبقاو كنتفرجوا في بعضياتنا بقى داك الشيء يتزاد وهذا الشيء على من كيتزاد كيتزاد مسكين مازال هذاك اللي كمصور رزقه واحد الطبقه متوسطه كنقولوا راه حنا كنتعافروا مع الدنيا تقبيه هو كيضرر راه وداك مسكين اللي ما عندوش تقبيه في الطبقه المتوسطه والله حتى هو كيضرر وهذا الشيء بدا في هذه الحكومه اللي سبقات في 2011 وحنا غاديين حيد صندوق المقاصة زيد في هذا ومن كيخرج عندك رئيس حكومة اللي هو ديك الساعة الله يذكره بالخير سي بن كيران توحشنا هذا منهم بحيث تعملت وين اخت اللي هي واحد المشروع اللي هو كبير للشباب واللي غادي يتعمم على جميع يعني المناطق ديال المغرب اذا الحمد لله نشاطات يعني اجتماعيه اللي هي جد مهمه ونفتخر بها وزيد الامام ونشتغل مع الجميع وما كنخدموش يعني هاد لافونداسيون ما كتخدمش ديريكت هي رافعه كتخدم مع واحد العدد ديال لي زاسوسياسيون اللي موجودين داخل البلاد واللي هما يمكن لينا نحسبوهم بالمئات فانا كنتعجب وكنقول الاخوان وهادشي هي واحد ما تقلتوها في الحقيقه هذه حقيقه اليوم اللي واضحه كاين اللي كيزرع الكلام وكاين اللي كيزرع العمل وهاد الناس دابا بلاص ما يجيو
ويحاولوا يديروا يعني باش هذا العمل ما يزيدش القدام. وكيقول لك انا زدت في المازوت وزدت في هذا على قبلكم انتوما، صافي قوزتي على قبلي واش فهمني هذه المساله هذه. لا لكم ما زدناش لكم، تعمروا الصناديق. راه شوف دابا شنو اللي واقع، سي كتعمروا الصناديق ديال الدوله من جيب المواطن من الاخر، فضينا وسالينا، ما بقاش كنلعبوا على بعضياتنا. راه عندكم صناديق الله اعلم مازال خاويه، ما عرفتش جو نو سي با، سي ما بقيناش ديك اللعبه ديال كنحنوا في المواطن صافي سي بون. ما عرفت السياسه ولات، ما عرفت واش واخده شي شكل اخر، واش ولات سياسه تجاريه، ما بقاتش هي تسيير الشان العام، واش ما 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 ما, 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 ما